الحديث عن آخر استعدادات منتخبنا الوطني قبل افتتاح مبارياته في التصفيات الآسيوية. سعدنا يكون معنا في الاستوديو المدرب الوطني صديق زويدي. أهلا ومرحبا فيك في الملعب. مرحبا فيك أخت مريم. مرحبا فيك في مشاهدينا. أهلا وسهلا فيك كابتن. طبعا في البداية لو نتكلم عن التشكيلة اللي تم اختيارها لمباراة الغد، هل هي التشكيلة المناسبة لخوض هذه المباراة أو في أسماء كان المفروض تكون في التشكيلة؟ أنا يعني في وجهة نظري في بعض اللاعبين يعني كان المفروض يكونوا موجودين، خصوصا التصفيات مهمة بالنسبة لنا، أقل شيء أن نوصل آسيا، خصوصا أن احنا طلعنا الحين من كأس العالم ما عندنا أمل. فالآن الحلم هو الوصول إلى الآسيوية على الأقل، الوصول آسيا. فأنا متحفظ على عدم أخذ عبد الوهاب علي، أفضل وسط ارتكاز في البحرين، يعني حاليا لا يوجد له بديل. وفي نقطة استغراب كبيرة على سكوب المنتخب بدون أي ظهير أيمن. التشكيلة كلها ما فيها أي ظهير أيمن يعني يلعب في الدوري. هو يعني حين بيصنع ظهير أيمن بها مجازفة، يعني بها تنجح بها ما تنجح. فأعتقد كان عندنا محمد البناي ظهير الأيمن مال نادي محرق، مقدم عطاء كبير. محمد عادل ظهير الأيمن مال المنامة بعد لاعب جيد، وشفناه حتى أمس في المنتخب الأولمبي كان يعني اللاعب جاهز، يعني وشفناه أمس وايد أداء قوي في المنتخب الأولمبي. فيعني مو بعارفين شنو فكرة سكوب استبعاد هذين بالضبط. يعني المحاور المؤثرة أكثر شيء لاعب الارتكاز والظهير الأيمن، يعني ما أخذ ولا لاعب في ذي المركز. نقطة غريبة، وعندي يعني ظاهرة غريبة على سكوب، يتعامل مع منتخب البحرين كأنه يتعامل مع منتخب فئة سنية. كل مباراة يغير في التشكيلة عدد كبير. طبعا ذي منتخب فريق أول، يعني أول مرة يمر علينا مدرب في كل مباراة عنده تشكيلة مختلفة، وايد مختلفة، يعني ما يختلف في واحد اثنين. عادة أنت إذا تطلب الاستقرار تغير لاعبين يكون ما توفقت في اختيارهم، لكن تغيير شامل في المنتخب فأعتقد يعني شوي نقطة يعني مثيرة للجدل على سكوب. نعم، يعني بالنسبه لو نتكلم عن استعدادات منتخبنا حتى الان، قاعد يتدرب فتره صباحيه وفتره مسائيه، قاعدين ندخل مباريات وديه، شلون تشوف هذه الاستعدادات؟ شوف اخت مريم، الاستعداد نموذجي، الوقت اللي صارت في ذي المباراه اعتقد في مصلحتنا. الحين هنا طاف اكثر من منتصف الموسم، الفريق الحين في جاهزيه تامه بدنيا بحكم ان الدوري طاف منه ثلاث جولات او اربع لبعض الفرق. فترة الاستعداد أعتقد أسبوعين كافية. المباراة في ملعبنا، لعبنا مباراة ودية في ملعبنا مع فريق مقارب حق سنغافورة، يعني من نفس الفئة. فأعتقد الإعداد مثالي كبرنامج، بس كأداء في المباراة الودية كان عليه استفهام، ما كان فريقنا جيد في المباراة الودية مع تركمانستان. نتكلم أكثر عن المباراة الودية اللي جمعت منتخبنا مع طاجيكستان، انتهت طبعا بالتعادل. شلون شفت اداء منتخبنا، وهل هذه المباراه راح تنفعه في مباراه بكره؟ هي المفروض تنفعه، يعني رب ضاره نافعه. المنتخب ما طلع بشكل جيد، يعني هذه جرس انذار للسكوب واللاعبين انه يكونون جادين من البدايه. قريب ان منتخب تركمستان يجي ملعبنا في اول خمس دقائق او ست دقائق يسجل علينا هدف، وما نرجع لهنا في الوقت الضايع مع منتخب ضعيف. فاعتقد ان هذه لازم يستغلها سكوب بتركيز كبير على اللاعبين والضغط عليهم ان احترام الخصم. اعتقد الفوارق بيننا وبين المنتخبات النايمه ابتدت تصغر وايد، يعني احنا وصلنا، احنا رجعنا لهم مو بهم اللي يونا، يعني خلينا نكون واقعيين، احنا رجعنا حق المنتخبات تغاربنا وياهم فنيا. فأعتقد على منتخبنا أن المباراة الأولى يستغلها بشكل أفضل. يعني إحنا لو نرجع للتصفيات اللي سبقت هذه التصفيات، تصفيات كأس العالم، أداء المنتخب كان جداً هزيل وما توقعنا منه الخروج بهذه الطريقة، ولكن هل تتوقع بأنه راح يرجع من خلال المباريات الآسيوية ممكن تكون أسهل، خصوصاً بأن التشكيلة راح أو المجموعة اللي هو راح يلعب فيها المنتخبات المشاركة مستواها ممكن نقول أقل من منتخبنا؟ وايد أقل، يعني أقل، يعني هاي المنتخبات الأقل، إحنا نلعب في المنتخبات الأقل في آسيا. فمباراة بكرة فرصة لرجوع منتخبنا. يعني نتمنى من سكوب ومن لاعبينا أن يحطون كل قواتهم بكرة ويفوزون عشان نرجع. يعني إحنا لازم نحط لنا نقطة
نقطة نبدأ منها، لأن إحنا وايد تراجعنا. نعم. فنتمنى باكر النقطة اللي راح ناخذ منها الاندفاع للأمام. في وجود اتحاد جديد، في وجود شبان داخلين في الإدارة جديدة، إحنا متفائلين فيهم. بالضبط. فنتمنى بكرة يعني بعد بالضبط الانتخابات وبعد إيه يعني هاي مرحلة جديدة حق اتحاد جديد، نتمنى له التوفيق. فنتمنى بفوز بكرة يقدم منتخبنا أداء جيد. سكوب أسلوبه جيد في اللعب، بس يحتاج فوز، يحتاج عناصر أزيد. هو يلعب الكرة الحديثة بس يحتاج تطور أسرع. لو طبعا متكلم عن سكوب، خاص 7 مباريات ودية، له فوزين خسارة واحدة و4 تعادلات. ممكن نتكلم أيضا عن تواجد المدرب الوطني عدنان إبراهيم، هل ساعد المدرب التشيكي سكوب في تحديد اختياراته، خصوصا بأنه هو مطلع على دورينا؟ أكيد عدنان من خيرة المدربين في البحرين. طبعا كابتن عدنان عمل من قبل في المنتخب، وعمل مساعد مع سترشكوف، وعمل مدرب منتخب شباب. أعتقد تاريخه يكفي أنه يكون مساعد حق مدرب فريق الأول، وأكيد يرجع لسكوب. فنتمنى من كابتن عدنان أن يكون له رأي في الاختيارات، لأنه هو مدرب جيد. ونتمنى بكرة أن يغيرون الصورة. يعني خلينكم واقعيين أخت مريم، إحنا محبطين من أداء المنتخب في الفترة الأخيرة. يعني نتمنى بكرة إن شاء الله المنتخب يغير هذه الصورة. قادر المنتخب السعودي ظل يمكن 12 سنة 13 سنة تايه، الحين نشوفه في تصفيات كأس العالم ماشي على خط سليم. فالرجوع يحتاج بس مجهود وتركيز. صحيح. ويحتاج إرادة. صحيح. فنتمنى لاعبينا ومدربنا والمساعد أنه يعملون بشكل جيد بكرة، ويحطون ذي المباراة كأنها بطولة بالنسبة لنا إحنا كبحرينيين، أنه لازم نتخطى ذي المباراة. بالضبط. إيه، فمطلوب من الكابتن عدنان أنه يكون له دور في قرارات المدرب، لأن أنا يعني كابتن عدنان أخو عزيز تكلمت وياه عن نقطة اللاعبين، ويعني نتمنى أنه يوصل حق سكوب. يعني هو ويتقبل بصدر رحب طبعا كابتن عدنان من خيرة المدربين. تناقشنا وياه وقلنا له وصل رأينا. إن شاء الله يوصل رأيك. أخت مريم، المنتخب مو بملك لأحد. صحيح. أكيد. المنتخب من حقي ومن حقك أن نتكلم. لو كان نادي ممكن يقول لي كابتن لا تدخل في عملنا، لكن ذي منتخب. صحيح. مثل ما هو يبي يفوز هنا بعد نبي يفوز. إحنا بالضبط. إيه، فلازم نتناقش في هالأمور. بالضبط. يعني بالنسبة لحظوظ الأحمر، ونذكر المشاهدين بأن المنتخب طبعاً في المجموعة الخامسة، واللي تضم طبعاً سنغافورة اللي راح نلاقيهم بكرة، وتركمانستان وتايوان. أسماء يعني على ما أعتقد أسماء صغيرة بالنسبة لعالم كرة القدم المفروض، ولكن منتخبنا المفروض ما يكون لا عذر بأنه هو ما يتخطى هذه المنتخبات. لا، إحنا مو بنطمح في التأهل، نطمح بالتأهل بدون أي هزيمة، بالعلامة الكاملة، بالعلامة، خصوصا في ملعبنا. إحنا لازم على الأقل المباريات اللي في ملعبنا نتأهل بس من ملعبنا، مثل ما يعملون المنتخب السعودي والمنتخب الإيراني. لما توصل ملعبهم خلاص هني انت خسران. اعتقد بكره المنتخب لازم من الدقيقه الاولى يدش ضاغط، يترك عنا جس الناب. انا مو بيالس العب ضد منتخب اليابان او منتخب ايران، ادخل بقوه افرض شخصيتي. صحيح. وراح افوز، راح افوز. دليل المنتخبات لو انت حجمته بتفوز عليه، لان هو جاي خايف منك، لكن لا تعطي المجال ان تحفظ، بتشوفه باي طريقه يلعب. خلاص ادخل عليه ضاغط واخذ المباراه من البدايه. يعني لازم استقل الارض والجمهور. شنو الارض والجمهور؟ الارض والجمهور الستارت. صحيح. الارض والجمهور هو البدايه. اذا انت ما ابتديت بشكل صح، مثل مباراتنا الاخيره مع كازاخستان تجريبيه، ما ابتديت صح، انت ما استقلت لا ارض ولا جمهور. فنبتدي من صفارة الحكم. صحيح. يعني الوصفة السحرية لو نقدر نقول لفوز منتخبنا بكرة على المنتخب السنغافوري، اللي يعتبر من المنتخبات المتطورة في كرة القدم بالنسبة للقارة الآسيوية، برأيك شنو هو الأسلوب اللي المفروض يدخل في سكوب بكرة؟ هو طريقة اللعب هو متمرن عليه ويلعب عليه. هو المطلوب أن أهنا نلعب ضغط عالي بطريقته هو. طبعا احنا ما نتدخل طريقته 4-4-2 او 4-2-3. واحد طبعا كل مدرب لاسلوبه، وهو ساعات هو غالبا ما يلعب 4-4-2 طبعا. نعم. انا لاحظت سكوب في المنتخب العسكري نفس منتخبنا اللي هو المنتخب العسكري. بالضبط. يلعب طريقه 4-4-2،
بس المطلوب ان نلعب ضغط عالي، ما نعطي الخصم مساحات خصوصا في اول 15 دقيقه. نستغل الارض، نستغل الجمهور، نستغل المناخ، نستغل الرغبه لان المباراه في ملعبنا. فالمطلوب من المدرب بكره يلعب ضغط عالي من الدقيقه الاولى، يحاول انه يحصل على هدف من البدايه علشان يسيطر على المباراه، وعشان يدخل الخوف في داخل المنتخب السنغافوري. حلو، يعني نتمنى بان بالفعل يدخل سكوب بهذه الطريقه ونحقق فوزنا الاول في مشوارنا في التصفيات الاسيويه. ارجع لك كابتن كاميرا، برنامج الملعب كانت حاضره في التدريب الاخير لمنتخبنا الوطني، حيث خص رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سعادة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة البرنامج بلقاء حصري قبل المواجهة المرتقبة. خلونا نتابع. الاتحاد البحريني يمكن كان له سجل خلينا نقول إيجابي من 2004 إلى غاية اليوم، أن تأهلنا لكل كأس آسيا ويجب أن نحافظ عليه كمنتخب بحريني. منتخب بحريني يمر في مرحلة انتقالية، اعتقد مهم جدا اليوم منتخب يظهر بالصوره الصحيحه بكره في المباراه الاولى له. المجموعه صحيح الناس تعتقد انها منتخبات سهله نوعا ما، ولكن اليوم عالم الكره كل فريق عاد عدته الصحيحه، منتخبات سنغافوره وتركمستان وتشاينيز تايبي بعد عادين ايضا كذلك. يجب ان نخرج بكره بثلاث نقاط قد ما نستطيع، ان شاء الله اللاعبين عندهم العزيمه والاصرار، الكل عمل، الاجهزه الفنيه والاداريه عملت بشكل منظم، تم تهيئة الفريق بمباراة ودية مناسبة نوعا ما. أتمنى حضور الجماهير الحقيقة اللي هم دائما يرفعون معنويات الفريق ويكون سلاح الفريق في أرضه بين جمهور، فنتمنى إن شاء الله جمهورنا يحضر بكرة يآزر المنتخب في هذه التصفيات. طبعا شفنا هذه الدعوة من سعادة الشيخ علي بن خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم للجماهير البحرينية للتواجد بكرة لمؤازرة المنتخب الأحمر في مواجهته بكرة. يعني هي بالنسبة لهم مواجهة الأولى، ولكنها مهمة جدا، لأن دائما لما الواحد يبدأ بفوز الفوز يسحب الفوز. فإحنا نتمنى بأن الجمهور بكرة يكون حاضر في المباراة يآزر منتخبنا الوطني في هذه المواجهة ونطلع بثلاث نقاط. مريم، الجمهور ما يحتاج أن احنا نقول له تعال المباراة بكرة. تشجيع النادي ممكن تطلب منه، المنتخب أمانة صحيح. مثل احنا ما نطالب بالجهاز الفني ونطالب اللاعبين بالفوز، بعد احنا كجمهور احنا اولهم لازم نكون في الملعب. انت لو شفنا منتخب تايلاند ضد السعوديه كل الحظوظ حق المنتخب السعودي، كل شيء على الورق حق المنتخب السعودي. جمهور تايلاند كان فظيع في المباراه حتى وهو مهزوم، وكان يشجع ليه اخر دقيقه صحيح. فانت انتمائك حق بلدك، انتمائك حق بلدك يحتم عليك انك تحضر المباراه. علشان احنا نطالب اللاعبين ونطالب نطالب الجهاز الفني بمجهود، لازم احنا نكون معاهم في نفس القارب. فنتمنى من كل مشجعين، كل محب حق البحرين مو بحق الكره البحرينيه، يكون موجود وراء المنتخب، كان جيد مو بجيد احنا بنكون وراه. لو على الاقل الروابط اللي دائما قاعدين نشوفها حاليا في الدوري تتواجد لمؤازره انديتها تكون موجوده وتتوحد في هذه المباراه، راح نشوف جمهور لا يستهان فيه صراحه. اكيد ان شاء الله لما يجون الروابط ويجون المشجعين الدائمين في الدوري، اعتقد بكره ان شاء الله بيكون حضور جيد. الكل خلني نشوف عمل المنتخب، خلنا نوقف معه، خلنا نساعد، احنا نتفق ويا الجمهور غير راضي عن الاداء، خل احنا نشجع المنتخب ونخلي عنده رغبه ازيد. لما تكون الجمهور والروابط موجوده ان شاء الله بنشوف اداء اللاعبين مضاعف على اللي يقدمونه في المباريات التجريبيه او في البطولات السابقه. صحيح، خصوصا بان منتخبنا هو نفسه مثل ما ذكرت كابتن اللي شارك في البطوله العسكريه وكان اداءه جيد في البطوله العسكريه، فيعني هذه ايضا البطوله كانت تحضير لمنتخبنا لهذه التصفيات. هي اعتقد البطوله العسكريه كانت فرصه جيده للمدرب سكوب للتعرف على اللاعبين بشكل قريب، وبطوله فيها ضغوطات، فاعتقد الحين سكوب وصل لافضل تشكيله بالنسبه له، ونتمنى ان نشوف ذي باكر، نتمنى نشوف افضل تشكيله عند سكوب، ونتمنى له التوفيق، ونتمنى حق لاعبين التوفيق، ونقول حق محمد رميحي مثل ما انت ناجم في الدوري وتخلص مباريات
خلص لنا باكر مباراه يعني. ان شاء الله. طبعا وايد نوثق احنا في الكابتن محمد رميحي واسماعيل عبد اللطيف، نمتلك مهاجمين من خيره المهاجمين احنا في الساحه الخليجيه. صحيح. فنتمنى ان شاء الله باكر نشوفهم ان شاء الله. ان شاء الله. على العاده يعني ان يقدمون لنا ويسجلون لنا جول من البدايه يريحوننا. فاعتقد المدرب الحين يمر في مرحله جيده. توفر لك كل شيء، يعني خلينا نكون واقعيين، نبتعد عن المجاملات، يتعرف لو ما عنده وقت الحين يتعرف، خلاص شارك بطوله رسميه ولعب مباراه وديه، الفريق موفر له من اسبوعين معسكر، افضل لاعبين بالنسبه له اختارهم، الاداره براسه الشيخ علي بن خليفه يالس الدعمه، الاعلام يالس يدعمه، فنتمنى باكر نشوف منتخب البحرين ولو قليل من اللي شفناه قبل، يعني نبي يرجع منتخب ما يغلبونه. يا ريت. كابتن صديق زويه، شكرا لك على حضورك لبرنامج الملعب اليوم، ان شاء الله نلقاك في مواضيع اخرى وان شاء الله يتأهل منتخبنا ان شاء الله. يا اخت مريم ان شاء الله تسوين وياهم مقابله هني وهم متأهلين ان شاء الله. اتمنى. شكرا لك.